بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقاء هذا اليوم كالمعتاد نبدأه في درس آيات الأحكام الذي هو في كتاب نيل المرام في تفسير آيات الأحكام للعلامة صديق حسن خان رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمه الله، قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. السحر هو ما يفعله الساحر من الحيل والتخيلات التي يحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماء وما يظنه راكب السفينة أو الدابة من أن الجبال تسير. وقد اختلف هل له حقيقة أو لا، فذهبت المعتزلة وأبو حنيفة إلى أنه خدع لا أصل له ولا حقيقة، وذهب من عداهم إلى أن له حقيقة مؤثرة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى كان يخير إليه أنه يأتي الشيء ولم يكن قد أتاه، ثم شفاه الله سبحانه، والكلام في ذلك يطول. قال الزجاج في قوله: وما يعلمان من أحد، تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء إليه. قال: وهو الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر، ومعناه أنهما يعلمان على النهي فيقولان لهم لا تفعلوا كذا. ومن في قوله من أحد زائدة للتوكيد، وقد قيل إن قوله يعلمان من الإعلام لا من التعليم، وقد جاء في كلام العرب تعلم بمعنى علم كما حكاه ابن الأنباري وابن الأعرابي، وهو كثير في أشعارهم، في قول كعب بن مالك: تعلم رسول الله أنك مدركه وأن وعيدا منك كالأخذ باليد. وقال القطامي: تعلم أن بعد الغي رشدا وأن لذلك الغي انقشاعا. وفي قوله فلا تكفر أبلغ إنذار وأعظم تحذير، أي أن هذا ذنب يكون من فعله كافرا فلا تكفر. وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر، وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد، وبين من تعلمه ليكون ساحرا ومن تعلمه ليقدر على دفعه. وفي إسناد التفريق إلى السحرة وجعل السحر سببا لذلك دليل على أن للسحر تأثيرا في التلوث بالحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعد. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الساحر لا يقدر على أكثر مما أخبر الله من التفرقة، لأن الله تعالى ذكر ذلك في معرض الذم للسحر وبين ما هي الغاية في تعليمه، فلو كان يقدر على أكثر من ذلك لذكره. وقالت طائفة أخرى إن ذلك خرج مخرج الأغلب، وأن الساحر يقدر على غير ذلك المنصوص عليه أيضا. وقيل ليس للسحر تأثير في نفسه أصلا، لقوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والحق أنه لا تنافي بين قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وبين قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإن المستفاد من جميع ذلك أن للسحر تأثيرا في نفسه، ولكنه لا يؤثر ضررا إلا في من أذن الله بتأثيره فيه. وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا في نفسه وحقيقة ثابتة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة كما تقدم. وفي قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعة، بل هو ضرر محض وخسران بحت. قال أبو السعود: فيه أن الاجتناب عما لا تؤمن غوائله خير، كتعلم الفلسفة التي لا يؤمن أن تجر إلى الغواية، انتهى. والمراد بالشراء هنا الاستبدال، أي من استبدل ما تتلو الشياطين على كتاب الله، والخلاق النصيب عند أهل اللغة.
وأبو السعود هذا الذي قال أبو السعود يقصد أبا السعود محمد بن مصطفى العمادي الحنفي المفسر، قال أبو السعود هذا هو أبو السعود محمد بن مصطفى مشهور بأبي السعود، وله تفسير مشهور ومطبوع ومعروف عند طلبة العلم، أبو السعود محمد بن مصطفى العمادي الحنفي والرومي، هو من الروم، يعني جماعة قوم الروم، هو أصل من الروم، وتوفي سنة 982 في القرن العاشر، وله كتاب شهير كما سمعتم وهو كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، تفسيره مشهور ومطبوع في خمسة مجلدات، إذا جعلنا مجلد ذكر مذكر قلنا خمسة مجلدات، وإذا قلنا مجلدة بالتأنيث قلنا خمس بالتذكير، لأن العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. فالمهم خمس مجلدات أو خمسة مجلدات مشهور مطبوع في قديم في مصر، وهو كتاب مهم إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. هذا هو أبو السعود الذي قال، نقل عنه المصنف رحمه الله، قال أبو السعود. وبقيت على، نحن تكلمنا في هذه الآية أو على هذه الآية في الدرس أو في اللقاء الماضي، لكن بقيت بقايا، ولذلك أعدنا كما رأيتم الكلام أو قراءة كلام المصنف رحمه الله في ما يتعلق بهذه الآية، ولكن بقيت بقايا لا بد من الكلام عليها في هذه المسألة أو في هذه القضية، وبقايا هامة لا بد منها. فمن ذلك أن العلماء رحمه الله قالوا بأن الساحر لا يستقل بفعله بما يفعله من أعمال، ما يستقل، ما يأتي هو من عند بنفسه فقط، يعني يقوم بالذي يأتي بما يأتي به من أعمال من تغييرات ومن أشياء إدخال المرض على المسحور أو غير ذلك من الأمور اللي فيها إضرار، التي فيها إضرار بالناس، هذه لا يستقل بما فعلها، قالوا وإنما يخلق الله تعالى، يعني كيف يحصل، كأنهم يتكلموا يريدون أن يوضحوا كيف يحصل تأثير السحر، هل هو بمجرد ما يفعل الساحر العمل فيقع التأثير مباشرة، يعني أنه الساحر هو الكل في الموضوع؟ لا، قالوا أن الساحر لا يستقل بذلك، إنما يخلق الله تعالى التأثير ويحدثه عند وجود السحر، أن الله تعالى يحدث التأثير الذي يتسبب فيه الساحر أو يتأدى إليه الساحر بعمله بسحره، أن الله تعالى يخلق التأثير ويحدثه عند وجود السحر، مثل إيش؟ مثل ما يخلق سبحانه الشبع عند الأكل، أليس كذلك؟ الشبع لما يأكل الإنسان يحدث الشبع، هذا الشبع الذي يحدث هو بإرادة الله أو بفعل الله تعالى وجل أو بما وضعه الله تعالى من يعني قانون أو قصيصة أو سبب يؤدي، كما يحصل الشبع عند الأكل أيضا هذه، والري أيضا، الري عندما يحصل الري عند شرب الماء، كذلك يحصل تأثير السحر عندما يقوم الساحر بهذا العمل، فلا يستقل بذلك، إنما يحدث الله تعالى التأثير بإرادته سبحانه وتعالى وبقوته وبقدرته، ولذلك قالنا أنه لا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بتقدير الله، بإرادة الله سبحانه وتعالى يحصل الضرر أو لا يحصل، فلا، في الساحل لا يستقل، هذه واحد. ثم أيضا قد أجمع المسلمون على ما نقله القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، نقل القرطبي رحمه الله في هذا التفسير، في تفسيره هذا، إجماع المسلمين على أنه ليس في السحر إنزال الجراد، تسليط الجراد، أن يأتي أن يعني أن يقوم الساحر بأن يسلط الجراد فيهيج وينتشر ويحصل مما يحصل بسببه، ليس في السحر ذلك، لا يمكن، ولا تسليط القمل، ولا تسليط الضفادع، ولا تغيير العصا، تحويل العصا، انقلاب العصا من عصا طبيعية معتادة إلى حية، ولا انفلاق البحر، يعني الآيات التي خص الله بها عز وجل
رسله الكرام، هذه لا يمكن أن يأتي بها السحر، لا يمكن أبدا، أجمع المسلمون على ذلك، لأن الله منع هذا، منع الساحر، منعه أن يأتي بشيء من هذه الآيات، أن الله تعالى منع الساحر، ما مكنه، لا يمكن الساحر من أن إيش؟ أن يثير الجراد كما حصل في الآيات المعروفة في قوم موسى، ولا كذلك إرسال القمل، أنه يقوم الساحر بأن يثير القمل على الناس فتؤذيهم، لا ما يستطيع، ولا الضفادع كذلك، ولا أيضا تحويل أنه يحول العصا إلى حية، ولا كذلك يقوم بانفلاق البحر كما فعل الله عز وجل لموسى، آية من آيات الله، آية كما فعل الله سبحانه في حق نبيه موسى عليه السلام لما فلق له البحر عندما أراد أن يتبعه فرعون وجنوده. فهذه الآيات التي خص الله بها عز وجل رسله لا يمكنه هو سبحانه الساحر أبدا، لا يمكنه من أن يأتي بها، حتى لا تختلط، حتى لا تكون هذه مما تؤثر أو مما يعني تجعل بابا للزنادقة وللمكذبين وللشاكين ولغيرهم من الطعن في الرسالات أو الطعن في الرسل أو الاستخفاف أو الانتقاص من مقامهم أو تؤدي إلى غير ذلك من المحذورات. فلذلك يقول أن المسلمين مجمعون، أجمعت الأمة على أن الساحر لا يتمكن من ذلك. الآيات التي خص الله بها تعالى، خص بها سبحانه وتعالى رسله، لا يمكن للساحر أبدا أن يأتي بها، مثل تصيير الجراد، القمل، الضفادع، الدم، انفلاق البحر، تحويل العصا إلى حية، هذه الآيات التي خص الله بها عز وجل رسله لا يستطيع الساحر، لا يمكنه أن يأتي بها، ما يستطيع، وهذا إجماع من المسلمين على ذلك. هذه مسألة، لأن هذه عظيمة الآيات خص الله بها رسله عز وجل، هذا مما يجب القطع به، لابد أن تقطع بذلك، يعني تتأكد من ذلك وتقطع به قطع كلام، يعني حكما قطعيا لا شك فيه أن الساحر لا يمكنه ذلك، لا يمكنه هو، لو 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 بيده كان فعل ذلك، لكن الله تعالى لا يمكنه من ذلك، صيانة لمقام الرسالات والرسل، صيانة لمقام الرسالات والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، ما يمكنه أبدا من ذلك، وهذا عليه إجماع الأمة، إجماع المسلمين أن الساحر لا يتمكن من ذلك، الساحر لا يتمكن من ذلك أبدا، ويجب القطع به بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر، الله لا يفعل ذلك، يعني لا يمكنه أن يصل إلى مبتغاه لو أراده، لو أراد الساحر أن يفعل هذا شيئا من هذه، لا يمكنه الله تعالى من ذلك أبدا. في هذه الآيات، لأنها آيات خص الله بعز وجل رسله، خص الله بعز وجل رسله، فلا يمكن الساحر، لا يمكن الساحر منها، من فعلها أبدا حتى لو أراد ذلك. ثم عندنا الفرق بين السحر، هذا موضع سؤال، الفرق بين السحر الفقر، الفرق بين السحر والمعجزة، لأنها تداخل في حسب الظاهر، كلها فيها خرق للعادة أو فيها شيء غريب يعني عن المألوف وعن المعتاد، لكن في فرق بين السحر والمعجزة، ما يفعله الساحر مما يتأدى به باستعمال يتأدى إليه باستعمال الشياطين وبلجاء الكواكب وعبادة الكواكب وغير ذلك من الأمور التي يصطنعها السحرة أو يفعلها السحرة، هذه تختلف عن المعجزة التي هي خاصة بمن؟ بأنبياء الله عز وجل. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن السحر يوجد من الساحر ومن غيره، السحر يوجد من الساحر ومن غيره، بل قد يكون من جماعة، يأتي من جماعة يعرفون هذا السحر بتعلم بأي طريقة يمكنهم أن يفعلوا ذلك ويأتوا به في وقت واحد، جماعة، ما هو لازم واحد، ساحر واحد أو جماعة يأتون به، يعرفون هذا بقواعد بأسباب يأتون هذا السحر. لكن المعجزة لا يمكن الله أحدا، المعجزة لا يمكن الله أحدا أن يأتي بمثلها أبدا، المعجزة خص الله بها أنبياءه أيضا، المعجزة خص الله بها أنبياءه، فلا يمكن أحدا، لا ساحر ولا غير ساحر، لا يمكن أن يأتي أن يعارضها،
المعجزة لا يمكن الله عز وجل أحدا أن يأتي بها. السحر يمكن أن يأتي به، هذا الفاء هذا فرق واضح. السحر يعني يمكن أن يأتي به غير الساحر، جماعة ممكن يعني محاكاته بالإتيان به أو بنظيره يمكن، لكن المعجزة لا يمكن الله عز وجل، كما سمعتم قبل قليل مثل إيش معجزة موسى في فلق البحر، مثل معجزة الآيات اللي هي الجراد، إرسال الجراد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه لا يمكن للساحر أبدا أبدا أن يأتي بها كذلك، لأن الله عز وجل لم يمكنه من ذلك، لأن هذه مما خص الله بعز، هذه آيات خص الله بعز وجل، آيات معجزات، آيات معجزات، هذه معجزة، فالمعجزة لا يمكن لأحد أن يأتي بها، لا يمكنه الله، لا ساحر ولا غير ساحر، هذا فارق. أيضا فرق آخر أن الساحر، أن الساحرة أو السحر ليس فيه دعوة النبوة، الساحر لم يدعي النبوة، الساحر معروف أنهم لم يدعي النبوة، وقد يدعي الخوارق العادات، قد يدعي يعني أشياء يدعيها، لكنه لم يدعي النبوة، الساحر لم يدعي النبوة. أما المعجزة فإنها شرطها، أن شرط المعجزة أنها مقرونة بدعوى النبوة، هذا شرط المعجزة، شرط أساسي أن تكون مقترنة بدعوى النبوة، التحدي يتحدى بها قومه النبي، أي نبي تأتي به المعجزة، معجزة صالح، معجزة موسى عليه السلام، معجزة أي معجزة عيسى في إبراء الأكمه والأبرص وفي إحياء الموتى وأن يكلموا، هذه المعجزات مقرونة بدعوى النبوة، أن هذا يقول لهم أني نبي الله، أليس كذلك؟ يقول لهم النبي أنا أني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم، فهذه دعوة النبوة، دعوة رسالة، فشرط المعجزة أنها مقترنة بدعوى النبوة والتحدي بها، يتحدى بها قومه، يتحدى بها قومه، هذا فارق جوهري وأساسي. ذكروا أيضا فرقا آخر وهو أن السحر يعني ليس فيه الوضوح، فيه من لما فيه من بناء على الخفاء. نحن قلنا في الأول أن معنى السحر هو ما لطف ودق، فيه خفاء ولطف ودقة، شيء خفي، شيء خفي مبني على الخفاء، ففيه خفاء وعدم وضوح في 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 هذا في في فيما يؤثر في الأثر الذي يتركه، بخلاف المعجزة فإنها تأتي واضحة مثل الشمس كفلق الصبح، ما فيها لبس، ما فيها خفاء، ما فيها إشكال، ما فيها عدم وضوح، واضحة جدا. هذا أيضا من الفروق من بين السحر أو بين المعجزة. حكم الساحر، حكمه ما حكم الساحر، حكم الساحر في 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 يعني إذا 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 عمل الساحر سحرا ورفع أمره إلى السلطان، فما حكمه، ما الحكم فيه؟ الحكم عند قال الإمام مالك رحمه الله، هذا فيه كلام بين الأئمة أهل العلم، الإمام مالك رحمه الله يقول بأنه يقتل ولا تقبل، لو تاب لا تقبل توبته، هذا يقتل ولا الساحر المسلم، الساحر المسلم، يعني عندنا في ساحر مسلم يعني منتمي، ما هو يعني قد يكون مسلم بالاسم، يعني مسلم بالاسم يعني أنه معروف هذا بأنه في بلد إسلامية وأن أبوه مسلم، وأبوه مسلم، اسمه مسلم، اسمه قد يكون محمد أيضا، محمد بن عبد الله اسمه مسلم، يعيش في بلد إسلامية، عائلته مسلمة، أبوه مسلم، أمه مسلمة، هذا المقصود بمسلم. وإلا الساحر الصحيح أنه كافر، كفر بسحره، كفر بسحره، لأنه لا يتوصل بالسحر إلا باستعمال الشياطين وبعبادة الكواكب، رجوع إلى الكواكب، كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه على هذه المسألة، وبين رحمه الله أن معظم العلماء على أن الساحر كافر ويقتل. قال رحمه الله أن معظم أهل العلم أو معظم العلماء، أكثر العلماء، أن أكثر العلماء على أن الساحر كافر ويقتل. ونقل رحمه الله قتل الساحر عن عمر، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث، وعن عبد الله بن عمر، وعن حفصة، وعن غيرهم من الصحابة، وعن غيرهم من الصحابة على أن الساحر يقتل. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، أنه يقتل الساحر المسلم، لأنه الذمي، قال الذمي لا، الذمي
الساحر الذمي الذي هو من أهل الذمة، الذين في ذمة المسلمين، يعني أقرنا هو ليس بمسلم كافر لكننا أقررناه على كفره مقابل إيش؟ أن يدفع الجزية، هذا أهل الذمة. الذمي هذا إذا جاء، إذا كان ساحر من أهل الذمة، ما الكلام فيه؟ نتكلم على الساحر المسلم. قال مالك رحمه الله أنه لا يقتل إلا لأنه هناك قتل لكفره، هذا قتل لكفره، لا لأن الساحر كافر، لكن هذا هو كافر أصلا، هو كافر لأن ليس مسلم، لم يدخل، ليس مسلما، لم يدخل الإسلام، لكنه جاء بسحر، سحر مسلما أو عرف عنه السحر فقبض عليه ورفع إلى السلطان، هل يقتل ولا ما يقتل؟ قال مالك رحمه الله بأنه إذا أتى بشيء كذا كان في سحره، في كلام فيه كفر، يقتل أيضا. إذا كان الذمي هذا الساحر أتى بسحر فيه كلام يعد كفرا يقتل عن ذلك. أما يقتل الكفر مثل الأول لا، لأنه هو نحن أقررناه على ما هو أكبر من السحر، أقررنا تركناه على كفره، مو أقررناه يعني إن رضينا، ليس مقصود العلماء لما يقول نحن أقررناه على ما هو أشد من ذلك والكفر، مو أقررناه يعني رضينا بكفره، لا، يعني معنى أن تركناه ولم نجبره، تركناه على دينه على ملته ولم نجبره على دخول الإسلام، هذا معنى قولهم أقررناه على كفره. أقررناه على كفره يعني تركناه على ضلاله، تركناه على كفره، ولم نجبره على أن يدخل ديننا، هذا معنى قولهم لما يقول العلماء نحن أقررناه على ما هو أشد من ذلك وهو الكفر. أقررناه مو معنى رضينا بكفره، أقررناه يعني أننا تركناه على دينه، لم نجبره على دخول الإسلام. فهذا الذمي إذا سحر، قال مالك رحمه الله بأنه ينظر في هذا السحر الذي فعله، ها، فإن أتى بكلام فيه كفر أو توصل بكلام أو بغير كلام، توصل إلى شيء فيه كفر، فيقتل أيضا، يقتل كذلك. وأنه إذا تاب قبل أن يرفع أمره فتقبل توبته، إنه إذا تاب قبل أن يرفع أمره إلى السلطان فإنه يقبل توبته. أما ذاك قال لا يقتل المسلم، الساحر المسلم المتسمي بالإسلام أو المنتسب الإسلام زورا وهو يسحر، هذا قال يقتل ولا تقبل توبته. وهذا نقله القرطبي رحمه الله أيضا، قال وهو قول أحمد بن حنبل، قول الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، يعني الأئمة الأربعة كلهم على ذلك، على ما نقله القرطبي في تفسيره، أن قول مالك هذا قال به أحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة، يعني الأئمة الأربعة على أنه إيش؟ أنه يقتل. لكن عاد بعضهم يقول مثل أبي حنيفة رحمه الله، يفرق هل يقتل كفرا أو يقتل حدا، هذا في خلاف بينهم، لكنهم مجمعون على أنه يقتل، مجمعون الأئمة أجمعوا على ما نقله القرطبي، الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، نقل قول الإمام مالك لأنه مالكي، هو نقل كلام مالك، قال مالك وذكر هذا القول عنه رحمه الله، ثم قال وبه قال أحمد بن حنبل والشافعي، يعني بقول مالك هذا وافقه عليه من الأئمة الثلاثة أيضا، الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، على تفصيلات في هذا، في تفصيلات بينهم، يعني في أصل المسألة متفقين فيها على أنه يقتل كما قال مالك رحمه الله. وهذا ورد فيه حديث ولكنه ليس صحيحا، يعني ليس في درجة الصحة، حد الساحر ضربة بالسيف. ونقل عن جندب الأزدي وبعضهم يقول البجلي، مثل جرير بن عبد الله البجلي، هذا جندب كان عند أحد الولاة، أظن يمكن الوليد بن عقبة، وكان ساحر يعمل أعمالا يعني عجيبة، يدخل الأعمال التي يعملها السحر يتباهى بها فيقطع رأس هذا ويفعل كذا، أشياء تهاويل كما يقول العوام، تهويلات وخرافات وخزعبات الخاصة بالسحرة. فعند ذلك قام جندب هذا فضرب الساحر ضربة قتله بها، ضرب عنقه، فقال الآن أحي نفسك يا خبيث، قال أحي نفسك يا خبيث. ونقلوا عنه
أن نقل عن أن جندب هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب بالسيف ضربة. للحديث هذا يحتاج إلى مراجعة إن شاء الله نتكلم عليه في اللقاء القادم بحول الله تعالى، يحتاج إلى نظر. فهذا دليل أيضا على قتل الساحر، على قتل سواء قتل كفرا لأننا نعتبره كافر أو قتل حدا لأنه أتى بما يوجب الحد مثل غيره من المحدودين، سواء قتل كفرا أو حدا، المهم أنه يقتل، حكمه أن يقتل. هل يؤتى الساحر يطلب منه أن يحل السحر؟ في واحد حصل مع رجل مسحور مريض حصل عليه السحر، فهل يجوز أن نذهب إلى الساحر؟ يذهب هذا المسحور، مو نحن نذهب إلى الساحر المريض هذا أو جماعته أو أهله أو من يلي أمره. هل يصح أن يذهب إلى الساحر ليطلب منه أن يحل السحر، يفك السحر هذا عن المسحور؟ هل يجوز ذلك؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ اللي هي يسموها النشرة، تسمى النشرة، وهي حل السحر عن المسحور. النشرة من النشر، كانت تنشر تفك تنشر يعني ترفع أو تفك السحر عن المسحور، تسمى النشرة. والنشرة إذا كانت بآيات الله عز وجل وبالأدعية النبوية هذه جائزة، يعني إذا حل السحر عن المسحور بالرقية الشرعية هذه جائزة لا شيء فيها بالإجماع. لكن الكلام أن فك السحر أو النشرة بعمل الساحر، الساحر الذي هو يسحر، أيضا لا يصح أن تذهب إليه ليفك هذا السحر كما عقد هذا السحر. هل يصح أن تطلب منه من الساحر أن يفك السحر وهي النشرة؟ قال سعيد، نقل الإمام البخاري رحمه الله عن سعيد بن المسيب أن ذلك جائز. نقل الإمام البخاري رحمه الله عن سعيد بن المسيب من سادات التابعين أن ذلك جائز، لكن الحق أنه لا يجوز، الصواب أنه لا يجوز، لا يجوز اللجوء إلى الساحر ليفك السحر، وهذا قول ضعيف وإن قال به سعيد رحمه الله، لكن الصواب والصحيح أنه لا يجوز اللجوء إلى الساحر ليفك السحر، لأن عندنا وسائل شرعية، ما لا نحتاج إلى هذا، لا نحتاج للذهاب إلى هذا الظالم المعتدي المجرم فنطلب منه مساعدة، لا، عندنا وسائل شرعية، الرقية الشرعية هذه يأتي كما هو معلوم أن آيات السحر يقرأها على المسحور وينفث، أو يأتي بسبع ورقات من السدر ويدقها بين حجرين ويقرأ عليها هذه الآيات ويشرب منها المسحور ويغتسل بها فيبرأ بإذن الله عز وجل. هذه النشرة الشرعية موجودة ومؤثرة حاسمة، لها تأثير حاسم وقوي ومباشر جدا، ما يحتاج أبدا إلى أن لجوء إلى هذا المجرم الساحر الذي غرضه وهجيراه ومقصوده الإضرار بالمسلمين وأذيتهم، الإضرار بالمسلمين وأذيتهم، فلا يمكن أن تذهب إليه، لا يصح، لا يجوز، لا يجوز ذلك أبدا، لا يصح. حتى أن قال ولو قال بذلك من قال، هذا اجتهاد، المجتهد مأجور على كل الأحوال، المجتهد يؤجر على اجتهاده، إن أصاب كان له أجران، وإن أخطأ كان له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، المجتهد مأجور على كل الأحوال. لكن الصواب والصحيح أنه لا يجوز اللجوء إلى الساحر لفك السحر عن المسحور، يعني هذا نساعده كأننا نوطد له في البقاء بدل أن نقضي عليه ونخلص الأمة من شره، لا، نقول له تعال أجلس استمر، لأن نحن نحتاجك، إذا واحد مسحور أنت تفك لنا السحر عنه، فكأننا نقويه بذلك، كأننا نقويه ونضمن له وسائل البقاء والاستمرار في باطله وإجرامه، هذا لا يجوز أبدا. النشرة الشرعية بآيات الله عز وجل وبالأدعية النبوية وبهذه الطريقة التي سمعتم، أنه يأتي بسبع ورقات من السدر ويدقها بين حجرين ويقرأ عليها هذه الآيات والأحاديث النبوية، الاستعاذة فيها من السحر، ومنها على رأسها المعوذتين وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والآيات التي فيها سحر،
ومنها مثل قوله تعالى وقال فرعون توني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. آيات التي ورد فيها السحر في مثل هذه الآية يقرأها على هذه الورقات السبعة التي دقها فيشرب منها المسحور ويغتسل بها فيبرأ بإذن الله عز وجل. في قوله تعالى وما أنزل على الملكين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هؤلاء اليهود اللي قلنا اللي كانوا في عهد سليمان لما نبذوا كتاب الله الآية التي قبلها ما هي ولما جاء من عند الله مصدق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين. الآية التي بعدها لما نبذوا كتاب الله تركوه وراءهم ظهرية اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ما هو على ملك النبي الله سليمان لأنهم اتبعوا قالوا أنه ثبت ملكه بالسحر. ادعوا هؤلاء اليهود أن سليمان ثبت أنه ساحر وأنه ما ثبت ملكه إلا بالسحر ولذلك نفى الله عز وجل برأه سبحانه نفى عنه هذه التهمة وقال إن سليمان لم يكفر بالسحر ولم يكن ساحرا لأن حتى اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن محمدا يقول بأن إن سليمان نبي والله ما كان إلا ساحرا. فأنزل الله تعالى هذه الآية قيل في سبب نزول هذه الآية هذا الكلام أو هذا الحديث أنزل الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ما كفر بالسحر لكن الشياطين كفروا بتعلم السحر. ثم قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين على الملكين هاروت قلنا القصة في اللقاء السابق القصة الموضوعة الباطلة التي هي مظلمة سندا ومظلمة متنا وكلها باطل و لا تصح ولا يجوز نسبتها حتى ولا إلى من نسبت إليه من الصحابة ليست فقط لا يصح إلى رسول الله بل حتى لا يصح نسبتها إلى من نسبت إليه من الصحابة وقلنا أنها لو صحت من حيث الإسناد أنه فصحة إسنادها لا يلزم منه صحة أصلها يعني مجرد أنها صحت أنها من حيث أنها نقلت عن فلان من الصحابة أو من التابعين أو من غيرهم فهذا لا يلزم منه أنها صحيحة في أصلها صحة الإسناد صحة إسنادها لا يلزم منه أنها صحيحة في أصلها وهي باطلة بطلانا قطعيا لا يصح روايتها إلا على وجه التحذير منها وبيان بطلانها وبيان أنها موضوعة وأنها كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله من وضع الزنادقة أنها من وضع الزنادقة ليشينوا بها الإسلام قصدهم يشوهوا كما قلنا الآن يشوهوا بها الدين ويشوهوا بالإسلام فينشروا مثل هذه الخزعبلات والأكاذيب والخرافات التي لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل لا تقبل عقلا ولا يصح بها نقل ما جاء بها نقل صحيح في 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 في, في يعني يستند إليه. فقول تعالى وما أنزل على ملكين هذه قال القرطبي رحمه الله أنها نافية أن لأنه معنى منزل على الملكين يعني أن السحر أنزل على هذين الملكين يقول لا ما نافي الصحيح الذي اختاره القرطبي رحمه الله وقال بأنه هذا هو الصحيح في تأويل الآية في تفسير الآية الذي لا يصح غيره ولا يصح حمل الآية يقول هذا أصح ما قيل في الآية وأنه لا يلتفت إلى ما سواه. ما هو الأصح الذي في هذه الآية؟ أن قوله وما أنزل على الملكين يعني أنها ما نافية ومعناها أنها ما كفر سليمان وما أنزل على الملكين لا كفر سليمان ولا أنزل على الملكين هذا معنى الآية عند الإمام القرطبي رحمه الله. وما كفر سليمان نافية ولا لا؟ نافية أيضا هذه نافية مثلها معطوفة عليها قال هذا معطوف عليها يعني معنى الآية أنها وفيها تقديم وتأخير أنها ما كفر سليمان وما أنزل على الملكين لم يزل السحر على الملكين بل إن الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر الشياطين هم الذين يعلمون السحر وأما السحر فلم ينزل لم ينزله الله تعالى على ملكين. قال رحمه الله قال القرطبي في تفسيره قال هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل وأصح
ما قيل فيها ولا يلتفت إلى ما سواه، لأنه هذا لما تحمل آية على هذا المعنى ينتهي الإشكالات وتدفع الشبهات والتهم، لأن المشهور في معنى الآية بأن السحر أنزل على هذين الملكين وأنهما يعلمان الناس السحر ابتلاء واختبارا، لأنهم يقولا إنما نحن فتنة، يعني اختبار وفتنة، ابتلاء من الله وفتنة، فلا تكفر، يحذرانه من ذلك. هذا المعنى المشهور والمنتشر، المعنى المشهور والذي يذكره أكثر المفسرين، أنها ما هي ليست نافية، إنما يعني أن الذي أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت هذا أنزل ابتلاء وفتنة، وأن الله تعالى له أن يبتلي عباده بما شاء، أن الله تعالى له أن يبتلي عباده بما شاء، مثل ما ابتلى طالوت بالنهر، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فابتلاهم بالنهر، فلله تعالى أن يبتلي عباده ما شاء بما شاء، ومنها هذا السحر هذا، لكنهما يحذران الناس من تعلمه، فيقول إنما نحن فتنة، ابتلاء، اختبار، فلا تكفر بتعلم السحر، لا تكفر بتعلم السحر، يحذراني من ذلك. ولكن الذي قاله القرطبي رحمه الله يقول أن الصحيح أنها نافية، تنفي، لا تثبت نزول السحر على الملكين، ولكنها تنفيه، كما نفى الله تعالى أن الكفر عن نبيه سليمان، قال وما كفر سليمان أيضا ما أنزل على ملكين، يقول هذا أولى ما حملت عليه الآية ومن التأويل، يعني التفسير، تأويل يقصد به التأويل التفسير، ليس مقصود صرف الظرف، صرف اللفظ عن ظاهري، التأويل مقصوده به التفسير، يعني رجوع الكلام إلى الأول، من رجوع للأول إلى المعنى، معنى اللي هو التفسير، ليس المقصود بتأويل صرف اللفظ عن ظاهري. المهم أنه يقول أن هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل، وأصح ما قيل فيها، ولا يلتفت إلى ما سواه، لا تلتفت إلى غير هذا القول، فهذا هو أصح ما قيل في الآية. وهناك قول آخر بأن الملكين، قراءة لابن عباس، نقل عن قراءة لابن عباس رضي الله عنهما أن نقلت عنه قراءة، وما أنزل على الملكين، الملك بكسر، يعني مثنى ملك، الملكين يقصد بهما داود وسليمان، والمقصود بهما داود وسليمان، يعني ما أنزل على ملكين نافية، بس مو الملكين، الملكين، يعني داود وسليمان، داود عليه السلام وسليمان عليه السلام أيضا، يقصد هذه قراءة عن ابن عباس رضي الله عنهما، الملكين. بقي الكلام أيضا على أن ما ذكرناه في مسألته، أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره اليهودي لبيد من الأعصم، وقلنا أن هذا كثير مما لا علم عنده أو يعلم لكنه يحكم عقله ويبطل ما من السنن ومن الأحاديث ما لا يقبله عقله، وأكثر من يقول بذلك هو من لا علم له بالحديث ولا علم له بالصحيح منه والضعيف. قلنا أنه من حيث الصحة هو حديث في أعلى درجات الصحة، أخرجه الشيخان في صحيحهما، وأنها إذا المنفي الذي ينفي هذا السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصد أن ينزه الرسالة أو أنه يصونها، لأنه السحر يؤثر، أخشى أن يكون فيه تأثير على مقام الرسالة، قلنا أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز أنه كان تأثير السحر ما تجاوز أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، بس فقط مرض فقط، لأنه بشر، لأنه صلى الله عليه وسلم أليس بشرا، فمرض كما يمرض البشر، لكن لم يتتأثر الرسالة، لا علاقة لها بالسحر، ولا تأثرت ولا شروى نقير، ما تأثرت بأي شيء من ما حصل بالسحر، إنما حصل أنه صلى الله عليه وسلم، هذا أقصى ما وصل، أنه كان يخيل إليه كما ورد في الحديث الصحيح هذا الذي عند الشيخين، حتى أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. لكن بقي الحكمة في ذلك، أنه الحكمة في سحره صلى الله عليه وسلم، لماذا سحر، لماذا قد يبدو التساؤل أنه لماذا حصل عليه السحر صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم، هذه مسألة اجتهادية، يعني الحكمة مسألة
اجتهادية، ليس فيها نص، ما ورد فيها نص في الحكمة، ما في حديث أو آية أو كذا تبين أن الحكمة في سحر صلى الله عليه وسلم هي كذا، لكن هذا اجتهاد، اجتهد بعض أهل العلم في بيان الحكمة، وقالوا بأن النبي أن المشركين لما كانوا قد بذلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو حاربوه بمختلف الوسائل من الإيذاء ومن الضرب ومن الشتم ومن الإخراج من بلده ومن المحاربة في الأخير المحاربة العسكرية يعني بالسلاح وبكذا، أيضا كلها فشلت، كل المحاولات لإيذائه صلى الله عليه وسلم أو إيقافه عن دعوته أو صده عن تبليغ رسالة ربه كلها فشلت ولا ما فشلت؟ جميعا فشلت، بقي السحر، فاستعملوا السحر أيضا زي كما يقول آخر سهم في جعبتهم، فسحروه صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك أيضا عندما أنزل عليه هذه الآيات التي كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لقد أنزلت عليه آيات لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، شوف لم يرى مثلهن قط، لأنها كما قال الإمام ابن القيم في تفسير المعوذتين: اشتملت هذه السورتين على الاستعاذة من كل شرور في الدنيا، جميع الشرور التي في الأرض وفي الدنيا اشتملت هاتان السورتان على صغر حجمهما قلة آياتهما، اشتملت على الاستعاذة من جميع الشرور التي في الأرض في الدنيا. في كتابه تفسير المعوذتين قال ابن القيم هذا: فهذه سورتان لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. وكانت عائشة رضي الله عنها، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا لما مرض صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته كانت تقرأ هذه السورتين وتنفث في يديه صلوات الله وسلامه عليه وتمسح بهما على وجهه وعلى جسمه التماسا لبركتهما، يده على يده صلى الله عليه وسلم، هو على يديه لأنه مريض يعني يشق عليه الحركة، تشق حركة والقراءة ينفث، فتولت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه، فكانت تقرأ وتنفث في يديه عليه الصلاة والسلام وتمسح بهما كما كان يصنع هو صلى الله عليه وسلم عندما يستشفي بهذه الآية بهذه السورتين. فالمهم أن هذا السهم الأخير الذي كان في جعبتهم وهو السحر الذي سلطوه أو أرادوا أن يؤذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آذوه في نفسه وفي قوم يعني في من آمن به، آذوا المسلمين الذين آمنوا به وآذوه بكم مختلف الوسائل وأخرجوه من بلده من مكة هنا إلى اضطر أن يخرج مكرها كما قال: والله إنك لأرض الله وأحب أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وفي رواية أرض الله إلي، ولو أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، يعني خرج مكرها مضطرا أخرجوه، فاضطر أن يخرج أعني ألوان إذا ثم بعد ذلك أعلنوا عليه حربا عوانا، حرب عسكرية بالسلاح بتأليب عليه، تأليب القبائل، تأليب اليهود عليه، تأليب وهكذا، كل ما في جعبتهم لمحاربة صلى الله عليه وسلم عملوه واستعملوه معه، بقي السحر. لكن لما وجدوا أن تلك الوسائل كلها فشلت، لجأوا في الآخر إلى وسيلة السحر، فلذلك حصل هذا السحر فأبطله الله عز وجل أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الصحيح: فإن الله شفاني، أن الله شفاني، فلم يعني أريد أن أدخل على الناس شرا أو أحدث شرا. فالمهم أنه قال أن الله شفاني، فأيضا كما خلصه أو كما يعني درأ عنه كل محاولاتهم لإيقافه صلى الله عليه وسلم ولمنعه من الدعوة إلى دين الله ومن تبليغ رسالة الله، ما استطاعوا، ما أفلحوا في ذلك، أيضا ما أفلحوا في السحر. فلذلك قالوا هذه الحكمة في موضوع السحر حتى تكون دلالة على أنه ما في فائدة، لا تحاولوا، كأنها رسالة ربانية أنكم لن تنتصروا على رسول الله، لن تبلغوا منه ما تريدون، لا تحاولوا، ما في فائدة، لا تحاولوا، كأنها هكذا. هذا ما قيل في الحكمة في سحره صلى الله عليه وسلم، أنه سحر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن: باب السواك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. قال رحمه الله: فيه من الفقه أن السواك غير واجب، وذلك أن لولا كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره، فصار الوجوب بها ممنوعا، ولو كان السواك واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. وفيه دليل أن أصل أوامره على الوجوب، ولولا أنه إذا أمرنا بالشيء صار واجبا لم يكن لقوله لأمرتهم به معنى. وكيف يشفق عليهم من الأمر بالشيء وهو إذا أمر به لم يجب ولم يلزم، فثبت أنه على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه. وأما تأخيره العشاء فالأصل أن تعجيل الصلوات كلها أولى وأفضل، وإنما اختار لهم تأخير العشاء ليقل حظ النوم وتطول مدة انتظار الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. طيب، هذا الحديث يعني مر الكلام عليه على شرحه مستفيضا في اللقاء الماضي، لكن بقي الكلام على حتى ننتقل للحديث الذي بعده. وكذا قرأ القارئ الآن كلام الإمام الخطابي رحمه الله في شرح الحديث، وقد سبق الكلام على هذا الحديث في اللقاء الماضي مبسوطا مفصلا ولله الحمد والمنة، لكن بقي الكلام على ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث عند الأئمة الذين أخرجوه. وهذا ذكره الإمام المنذري الحافظ المنذري في اختصاره لسنن أبي داود، في مختصره لسنن أبي داود، والذي سبق الكلام أو سبق أن هذا الكتاب ليس فقط مختصرا، الحق أنه ليس مختصرا ولكنه بل هو مختصر، وفيه أيضا أمور أخرى غير الاختصار، فيه فوائد، سواء فوائد إسنادية، فوائد فقهية، فوائد لغوية، مع أنه في الأصل هو مختصر، اختصره الإمام المنذري الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله، زكي الدين عبد العظيم المنذري صاحب الترغيب والترهيب، وله كتب كثيرة، فمنها هذا المختصر المنذري، مختصر سنن أبي داود. قال رحمه الله في هذا أو بين ألفاظ الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: أخرج البخاري ومسلم فضل السواك فقط، يعني ما في 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 رواية الشيخين رحمه الله لم يذكر إيش موضوع تأخير العشاء الذي عندنا. الذي عندنا هو لفظ أبي داود، لأن الإمام الخطابي رحمه الله يشرح أي كتاب؟ يشرح السنن، سنن أبي داود، فليس له علاقة، يعني ما هو ليس له علاقة، إنما يقصد أنه ما يشرح اللفظ الذي عنده، ليس مسؤولا أن يأتي بالألفاظ الأخرى إلا إذا كان فيها فائدة، زيادة فائدة فقهية أو نحو ذلك، إذا كان فيها شيء من هذا يذكره، لكن القاعدة العامة أنه يتكلم يشرح اللفظ الذي أمامه، الذي في الكتاب الذي يشرحه هو، وهو سنن أبي داود. المنذر رحمه الله في مختصره لسنن أبي داود يقول: أخرج البخاري ومسلم فضل السواك فقط. وأخرج النسائي، الإمام النسائي أحد الأئمة الستة، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المتوفى سنة 303، أحد الأئمة الستة لكتبهم التي عليها مدار الحديث في الإسلام، الكتب الستة: الصحيحان، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي أو جامع الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة، هذه الكتب الستة. الإمام النسائي يقول: أخرج الفضلين. إيش الفضلين؟ يعني اللي هو السواك وتأخير العشاء، كما هي رواية أبي داود. وأخرج ابن ماجة فضل الصلاة، أخرج ابن ماجه فضل الصلاة، هذا فرق أيضا، فضل الصلاة، صلاة إيش؟ العشاء، يعني ما جاب إيش؟ ما جاب السواك. ابن ماجه روايته أخرج فضل الصلاة فقط حسب ما ذكره، حسب ما أو وفق ما قاله المنذر رحمه الله. وأخرج لكنه أن يعني ما في هذا الحديث الذي عندنا، اللي هو حديث من؟ أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ابن ماجه أخرج فضل السواق من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، مو أبو سلمة عن أبي هريرة، عن سعيد، يعني من طريق آخر جاء ذكر السواق فيه عند من؟ عند ابن ماجه. وأخرج الترمذي
أخرج الترمذي فضل السواك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. فهذه يعني تتعلق. وبعدين أيضا في اللفظ، اللفظ عندنا في لفظ أبي داود: لولا أن أشق على من؟ على المؤمنين، على المؤمنين. لكن اللفظ الذي مشهور في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي، على أمتي. على كل حال هو المعنى واحد، أمتي هم المؤمنون، الأمة الإسلامية أمتي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمنون هم أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأمة محمد هم المؤمنون. يعني المعنى المؤدى واحد، لكن المشهور عند الشيخين لفظ الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي، على أمتي، الأمة المحمدية. أما أبو داود رحمه الله هنا فهذا الذي ذكره هو لولا أن أشق على المؤمنين. هاي نعم. طيب، وفي هذا القدر كفاية اليوم. فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.